السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم مرة تانية حبايبي مع جرامر الوحدة التاسعة، واللي بيكلمني فيها عن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط and the past perfect زمن الماضي التام. طبعا الكتاب اللي احنا بنشرح منه ده هو كتاب المعاصر، الكلام ده هتلاقيه في صفحة 111. طبعا حبايبي هو بدئ لي بالباست سيمبل، طبعا هو مش هيشرحه لي كامل ولكن هيديني نبذة كده مختصرة عن الماضي البسيط عشان هيقارنه لي بالماضي التام. طبعا شكل ما احنا عارفين حبايبي ان الماضي البسيط بيكون من تصريف تاني للفعل، تصريف تاني للفعل يعني الفعل بإضافة دي or ed or ied، او ان انا بضاعف وحط الed، كل ده حبايبي كلام احنا عارفينه، او انه بيكون شاز يعني شكله متغير او بيخليه شكل ما هو شكل سي سو شكل وين وان، يبقى هنا في تغيير، هنا ما حطلوش ولا دي ولا اي دي. حتى حبايبي لما يجي لي كلمه شكل كلمه هير هلاقي الماضي بتاعها هيرد، ودايما بيجيبها لي في الافعال الغير منتظمه، لان طبعا عشان ازود دي بس للفعل لازم يكون في نهايته اي، وهنا ده ما فيش في نهايته اي. كلمه شكل كلمه كات هلاقي الماضي بتاعها برضو كات، يبقى هنا الفعل ما تغيرش، فبالتالي بقول على الافعال دي كلها افعال غير منتظمة او افعال شاذة. طبعا مديني الجملة المثبتة بيتكون من الفعل وبعدين التصريف التاني للفعل. مديني مثال احمد visited his friends yesterday، طبعا yesterday دي من علامات الماضي وادي visited ده فعل عادي. they saw a show last night، يعني هم شافوا عرض الليلة اللي فاتت. حبايبي saw فعل في زمن الماضي وده في التصريف التاني. طبعا انا عارف حبايبي ان لما اجي انفي في الماضي بنفي بكلمه didn't وبرجع فعلي لمصدره، يعني هنا النفي they didn't watch، ما ينفعش اقول watched ولا ينفع اقول watching ولا ينفع اي تصريف غير المصدر، لان didn't بيجي وراها مصدر الفعل فقط لا غير. قال لي بقى حبايبي كل الافعال اللي في الماضي بنفيها ب didn't الا طبعا verb to be، verb to be اللي هو was were. طبعا لما اجي انفي verb to be بيبقى wasn't weren't، ما ينفعش اقول didn't وارجعه لاصله فيبقى be. وهنا بيجي الاختيار مهم جدا حبايبي، وده بيعتمد على وجود فعل من عدمه. يعني في الماضي لما يجي يقول لي they didn't ولا weren't happy yesterday، فالناس طبعا لما بتشوف حبايبي yesterday على طول بتجري على didn't وتقول لك اصل الكلام ده في زمن الماضي. لا هنا حبايبي لازم ابص على الكلمه اللي ورا الاقواس، يا ترى happy دي فعل؟ هتقولي لا طبعا دي happy دي صفه، فبالتالي مستحيل ان انا اجيب didn't، لان verb to do حبايبي لا يجتمع الا مع مصدر، يعني سواء نفيت ب don't او ب doesn't او ب didn't لازم اجيب مصدر الفعل، فبالتالي هقول they weren't happy. يبقى اذا عشان اختار didn't في الماضي لازم يكون في فعل في المصدر. طبعا حبايبي عارفين ان did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها ب yes or no. فلما يجي يقول لي did you tidy your room، يعني هل انت رتبت غرفتك، او did علي do his homework، هنا طبعا لازم اجاوب ب yes او no. بعد ما اجاوب ب yes او no لو انا ادي short answer ببدي العادي، بس برضو لازم اخلي بالي حبايبي مش كل الأسئلة اللي في الماضي هتبدأ ب did. يعني لو أنا اديتك حبيبي جملة شكل دي وقلت لك يا ترى did ولا was Ali at home yesterday، يعني هل علي كان في البيت أمس؟ طبعا برضو الناس هتشوف yesterday فهتجري على did، هقول لك لا ركز شوية، يا ترى في هنا فعل؟ هتقول لي لا، خلاص حبيبي مستحيل أجيب did، طالما مفيش فعل في المصدر مستحيل اجيب ديت، فهنا هتبقى was علي at home، وهنا اقول yes he was or no he wasn't. نفس الكلام حبيبي اداة الاستفهام لما يجي وراها did وبعدين الفعل وبعدين المصدر، ده تكوين السؤال اللي بيبدأ باداة استفهام في الماضي. فهنا بقولي where did you watch، لاحظ ان انا رجعت فعلي لمصدره. where did you watch the match، فقالي why didn't you stay at a hotel. يبقى لاحظ عشان اجيب did عشان اجيب didn't طالما جبت verb to do عموما فلازم يكون مع مصدر، مفيش مصدر حبايبي اوعى تروح ابدا لverb to do. طبعا انا عارف حبايبي لما اجي ابني للمجهول في زمن الماضي البسيط ببدأ بالمفعول بتاعي وبعدين بجيب was or were وبعد كده بجيب التصريف الثالث للفعل. مديني مثال بولي they watched the film last night، طبعا حبايبي عشان ابني مجهول هبدأ بالفيلم بتاعي، ده الobject المفعول، الفيلم بياخد was والتصريف الثالث من watched watched، فبالتالي قلت a film was watched last night by them. يبقى إذن هنا لما اجي ابني مجهول او اختار مبني مجهول في الماضي البسيط was and were and the past participle والتصريف الثالث للفعل. طبعا مديني هنا بقى الكيوردز يعني العلامات حبايبي اللي انا لما اشوفها لازم اختار ماضي بسيط، شكل yesterday last ago once once upon a time the other day in the past in ancient times previously in 2011، وطبعا
شفنا كلمات حبايبي شكل the other day، وشفنا كلمات شكل it's time عبارات بقى حبايبي بيجي وراها ماضي بسيط شكل it's time كده حبايبي يعني حان الوقت، شكل I would rather، I would rather يعني أفضل برضو بيجي وراها جملة كاملة في الماضي البسيط. طبعا هنا حبايبي بقى لما أقول I met، I meet، I was meeting، I have met some old friends in the club the other day، طبعا حاولوا the other day من علامات الماضي ففعلي لازم يبقى في الماضي، لما أشوف ago فبرضو فعلي لازم يبقى في الماضي. طبعا ده حبايبي الريجولر فيرب، طبعا ده فعل غير منتظم، أما ده regular يعني منتظم. من الحاجات المهمة بقى حبايبي ان انا لازم الاحظها ان ظرف التكرار عادي جدا حبايبي ان هو يجي في زمن الماضي، يعني مش شرط ان هو علامة من علامات المضارع البسيط. طبعا لو وقف بظرف التكرار بس حبايبي فهو مضارع بسيط، اما لو كمل وجاب لي علامة من علامات الماضي فعادي جدا، يعني لما يجي يقول لي مثلا يقول لي سما always get get got up early، يعني سما بتصحى مبكرا، هتقول لي اه. لو وقف كده هقول له gets لانه هو قصد كده مضارع بسيط. طب لو كمل بقى لي when she was young مثلا، يعني لما كانت صغيره اقول لك اه، كده ربطه لي بالماضي فبالتالي هنا لازم اقول got حتى مع ظرف التكرار. شكل ما قلنا بقى حبايبي ان كل الافعال في الماضي يبان فيها بكلمه didn't إلا was were، لأن was بتبقى wasn't، were بتبقى weren't، وكذلك الأفعال الناقصة يعني would بتبقى wouldn't، could بتبقى couldn't، لكن ما ينفعش أنفي فعل ناقص ولا أنفي verb to be بكلمة didn't. نفس الكلام إن السؤال بيبدأ ب was أو were إذا ما كانش فيه فعل في زمن الماضي. طبعا أنا عارف حبايبي إن had لما تيجي لوحدها من غير تصريف ثالث فالكلام ده ماضي بسيط، فبالتالي النفي بتاعها عادي جدا بيبقى she didn't have، يعني النفي بتاع had هنا didn't have، ما قولش hadn't، انت قول hadn't لو كان جا وراها past participle يعني تصريف ثالث للفعل. طبعا حبايبي بالنسبة لاستخدامات الماضي البسيط احنا قلنا بيستخدم عشان يعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، وهنا بيجيب لي علامة من علامات الماضي البسيط في اخر الكلام او في اول الكلام. شكل ما اقول I visited my grandfather last Friday، طبعا طالما شفت last Friday فباخد فعل ماضي. My father built this house 10 years ago. طالما شفت كلمة ago فبرضو بجيب فعل في past simple يعني في الماضي البسيط. طبعا بستخدمها كمان لما اجي اعمل سرد لمواقف قصة، يعني يقول لي My team played well yesterday. The players were in top form. They entertained the fans. يعني متعوا الجمهور. My team scored 4 goals. هنا انا بعمل سرد الاحداث انا بتكلم عنها في زمن الماضي فكله بيبقى ماضي بسيط. طبعا عارف ان اف حبايبي بتيجي في الحالة الشرطية التانية، حالة اف التانية بيجي فعل الشرط ماضي بسيط، والجملة التانية بتبقى would plus الانفينيتيف يعني would زائد المصدر. فلما يقول if I heard I would، طالما شفت would هنا حبايبي لازم اجيب ماضي بسيط. تعالوا يلا حبايبي نشوف استخدام مهم جدا للباست هابتس. الباست هابتس اللي هي عادات الماضي. طبعا عادات الماضي اول حاجة ممكن يجيب لي ظرف من ظروف التكرار، يعني انا ممكن اقول لك I always يعني انا كنت دايما played tennis when I was young، يعني انا كنت دايما بلعب تنس وانا صغير. هنا برضو بتكلم عن عادة فين في الماضي، عادة سوري عادة في الماضي، يبقى عادي جدا I always played tennis، عادي هوت ان انا جبت played ليه؟ لان العادة دي كانت موجودة في الماضي مش دلوقتي. طيب من الحاجات المهمة واللي احنا عارفينها ان انا لما اجي اتكلم عن عادة في الماضي حبايبي بستخدم used to. used to اللي بيجي وراها مصدر تاني used to. used to بيجي وراها مصدر فاعل عاقل، خلي بالك من الكلام used to وبعدين المصدر. بيقول لي he used to swim in the sea، يبقى اللي جوه used to حبايبي برافو عليكم مصدر الفعل، يبقى لما يجي يقول لي she used to playing tennis واللي صح هقول له اه، طالما فاعل عاقل used to لازم ده يكون مصدر على طول، وقلنا دي بتعبر عن عادة في الماضي خلاص ما بتحصلش دلوقتي. يعني ايه الفرق حبايبي لما يقول لي he used to play ولما يقول لي she played؟ هقول له لما يجيب للماضي بيوز تو معناه ان الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي حبيبي. ممكن اقول it was someone's habit to do something، يعني كانت عادة شخص، هجيب للشخص هنا apostrophe s الملكية، يعني ممكن اقول it was Adil's habit، it was Mona's habit or صفة ملكية، يعني ممكن اقول it was her habit. خلي بالك ان دي
was مش is، لان لو قلت is يبقى العادة في المضارع. It was his habit to swim in the sea. يعني كانت عادته ان هو يعوم في البحر. طيب ممكن اقول هو كان عنده عادة، يبقى he had or she had or someone had the habit of. had the habit of يعني كان عنده عادة. وخلي بالك ان قلنا اي حرف جر حبايبي طالما مش to be وراه يا noun يا verb plus ing. فاذا he had the habit of يعني كان عنده عادة كذا، فبجيب فعل في ing او اسم. اقول لك he had the habit of swimming in the sea، كان عنده عادة السباحة فين في البحر. او حبايبي ان انا اقول he was or she was or they were يعني subject وبعدين was or were وبعدين in the habit of. in the habit of يعني في كان عنده عادة. هي نفس الكلام حبايبي بس هنا لما جاب لي had قال لي had the habit of، انما was or were or in the habit of، وبرضو بجيب وراها verb ing or noun. لما قولي he was in the habit of swimming in the sea يعني كان عنده عادة السباحة في البحر. طيب it was habitual. habitual يعني معتاد. for someone to do something يعني كان معتاد لشخص انه يفعل شيء. فبقول it was habitual for him to swim in the sea يعني كان عنده عادة انه يعوم في البحر. طبعا هنا بقى حبايبي مدينا حاجة مهمة جدا. احنا قلنا حبايبي used to لو جاب لها فاعل عاقل وجاب لها was or were او جاب لها is or are، بس الفرق ان is or are ده هتبقى عادة في المضارع، او جاب لها كلمة got او جاب لها كلمة became، كل ده حبايبي ما ينفعش اجيب وراه مصدر. امال هجيب وراه ايه؟ قال لي هجيب وراه verb ing. يبقى عشان اجيب مصدر ورا used to ما يكونش فيه قبلها فاصل، هو الفعل وبعدين used to على طول. مثال هنا بيقول لي they were used to، هنا ما قلتش work لازم اقول working. I was used to الله اقول eating، ما ينفعش اقول eat. I got used to نفس الكلام the freezing weather. طيب I became used to working. يبقى لاحظ سواء جاب لي was where is or got became كل ده بجيب ورا used to verb plus ing. لكن عايزك تلاحظ حاجة مهمة جدا بقى حبايبي، ان انا لو جاب لي اسم آلة او اداة، آلة او اداة اسم غير عاقل، وبعدين جاب لي وراه is used to او are used to او was او were used to، قال لك طالما هنا جاب لي آلة هنا دي مش معناها معتاد، دي معناها يستخدم او كان يستخدم. وهنا في الحالة دي هجيب مصدر يا حبايبي، اوعى تجيب ابدا هنا فعل فيه ing. يعني مثلا لو انا قلت لك اصو حبايبي اللي هو المنشار is used to، هنا اوعى تقول عليها معتاد ان، لا انا لازم اقول عليها ها يستخدم فيه. ليه؟ لان دي آلة. اقول لك اصو is used to cut wood، هنا ما ينفعش اقول cutting wood، وطبعا اللي هو الخشب. يبقى لاحظ جبت مصدر is used to او حتى was used to طالما اللي قبلها اسم آلة او أداة. تعالوا نشوف حبايبي بقى زمن الماضي التام. احنا قلنا الماضي التام حبايبي بيكون من had plus the past participle يعني had وتصريف التالت. طبعا كلام بسيط جدا ما فيهوش تعقيد، هو had وراه تصريف تالت سواء كان التصريف التالت ده عادي او شاذ. بيقول I had studied English before I traveled to New York. طبعا دي القاعدة بتاعتنا حبايبي اللي هي الروابط الزمنية، وده أهم حاجة في الموضوع. طبعا النفي بتاع حبايبي hadn't والتصريف التالي. بيقول They hadn't watched the match before they went shopping، يعني هما ما شاهدوش المباراة قبل ما يروحوا للتسوق. لاحظ before بيجي بعدها ماضي بسيط، وده هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى تاني النفي بتاع had hadn't. طب يا مستر ما انت لسه قايل لي النفي بتاع had didn't، ما احنا قلنا حبايبي النفي بتاع had didn't have لما يكون had مش جاي وراها تصريف تالت، had جاي لوحدها كفعل اساسي. طيب عارفين ان had حبايبي لو جيت في اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو. وهنا حبايبي ما ينفعش ابدا بهاد سؤال ابدا الا لو كان جاي وراها تصريف تالت. بقول had سها tidied her room before she went to school. قال لي yes she had or no she hadn't. طيب برضو نفس الكلام أداة الاستفهام في الماضي التام هيجي وراها had. فبقول what had happened before you phoned the police. ايه اللي حصل قبل ما تكلم البوليس. قال لي حبيبي لما نيجي نحول بقى الماضي التام لمبني مجهول ببدأ حبيبي بالمفعول، الفعل المساعد had شكل ما هو، هجيب وراه بين وبعدين التصريف الثالث للفعل. يبقى اللي زاد حبايبي مين؟ هتقول لي بين. طب وايه كمان؟ بدأت بالمفعول ما بدأتش بالفعل. يعني English had been studied before I traveled to New York.
طبعا الانجليزي هنا بيتم دراسته مش هو اللي بيدرس، فبالتالي جبتها مبني مجهول قلت had been studied. تعالوا نشوف حبايبي يلا استخدامات الماضي التام. طبعا حبايبي زمن الماضي التام اول استخدام ليه اللي بيستخدم للتعبير عن حدث تم قبل حدث اخر في زمن الماضي عشان يوضح لي الفارق الزمني، يعني كان في فارق زمني بين الفعلين، ده حصل وانتهى وبعدين ده حصل بعده. يعني مديني مثال بيقول when I had sent the email I turned off the computer. بيقول لي لما انا ارسلت الايميل طفيت الكمبيوتر. يبقى هنا حبايبي اللي حصل الاول ان هو ارسل الايميل عشان كده جابها لي ماضي تام، وبعد ما خلص وارسل خلاص طفى الكمبيوتر، فبالتالي ده بقول عليه حدث تاني. فاذا هو بيستخدم عشان يعبر عن حدث تم قبل حدث اخر في زمن الماضي. عشان كده حبايبي من علاماته كلمة by او before او this time، يعني بحلول او قبل او في مثل هذا الوقت. لما بيجيب لي اي كلمة من دول ده دليل على ان الكلام ماضي تام. يعني بقول by midnight بحلول منتصف الليل my children، فلو جاء لي بقى went ولا had gone to bed هقول له طالما اداني باي خلاص يبقى لازم الزمن ده يكون ماضي تام، فلازم اقول had gone. طب يا مستر وانا ممكن استخدم علامات المضارع التام مع الماضي التام؟ قال لي ايوه طبعا ممكن استخدمها، بس على شرط يكون الاحداث دي كلها انتهت سواء الحدث الاول او الحدث التاني. بمعنى لما يقول لي we had lived there since I was born، طبعا عارفين كلنا since دي واخدينها قبل كده ان بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. طب يا مستر ما هو قال لهوت I was born منذ أن ولدت، ده ماضي بسيط فالمفروض ده يبقى مضارع تام. طب هو جايبهولي ماضي تام. هقول لك ببساطة ايه الفرق. لما اقول لي we had lived there since I was born يعني احنا عشنا هناك من اول ما اتولدت، هقول لك دلوقتي يبقى احنا مش عايشين هناك. انما لو قال لي we have lived يعني احنا عايشين هناك since I was born يبقى ما زلنا عايشين. وده الفرق بين الماضي التام لما يجي مع سنس او يجي مع علامات المضارع التام ويجي مع علامات الماضي التام. اذا جه مع علامات الماضي التام يبقى خلاص الفعل ده انتهى وخلص. طب مضارع التام يبقى المضارع التام لسه شغال. طيب مثال تاني بيقول لي he looked very tired because he had worked hard for a week. لاحظ هنا يا حبايبي لو انا قلت لك ايه اللي بيحصل الاول السبب ولا النتيجه، هتقولي لا السبب اللي بيحصل الاول وبعد كده النتيجة. طب لو لقيت انا النتيجة ماضي بسيط هتقول لي خلاص يبقى اذا السبب كان ماضي تام على طول وانا مغمض عينيا. فقول لي he looked very tired because he had worked for a week. طب لو مستر قال لي he looks يعني هو يبدو very tired because he، لا هقول له هنا because he has worked hard. معناها لو النتيجة مضارع بسيط يبقى السبب مضارع تام. طب لو النتيجة ماضي بسيط خلاص يبقى السبب ماضي تام لان السبب بيحصل قبل النتيجة. تعالوا حبايبي بقى لأهم نقطة في الموضوع وهي الروابط الزمنية. الروابط الزمنية اللي بتربط لي بين ماضي تام وماضي بسيط. الروابط الزمنية دي بيجيبها لترتيب الأحداث عشان يرتب لي يا ترى ايه اللي حصل الأول وايه اللي حصل التاني. تعالوا نشوف اول رابط مدهاني وهي after و as and as و when و the moment. قال لي كل دول حبايبي once بيجي وراهم الحدث الاول اللي هو الماضي التام وبعد كده بتيجي جملة الماضي البسيط. يعني مثال لما اقول after she had arrived home she found me، يعني بعد ما وصلت البيت كلمتني. لاحظ اللي جي بعد after هتقول لي ماضي تام لان after بيجي وراها الحدث الاول she found me. فلو قال لي after she arrived ولا had arrived ولا has arrived she found me هقوله لا had arrived. ليه؟ لان after بيجي وراها ماضي تام. نفس الكلام بقى حبايبي مع as and as ومع the moment ومع when ومع once. كل ده حبايبي بيجي وراها ماضي تام او ماضي بسيط. طبعا جملة الماضي البسيط دي ممكن تيجي في الاول. يعني انا قلت لك مثلا انا عايز after دي في النص، اوعى تفكر ان انا هشيل after واحطها هنا، غلط طبعا. امال هشيل جملة الماضي البسيط اللي هو الحدث التاني واحطه في الاول. يعني اقول كده she found me after she had arrived، فثابت اللي بيجي بعد after ماضي تام. طيب هناخد بقى حبايب after وهنقول ان ليها ميزة هي وان، ان after وان بيجي وراها verb plus ing or noun.
يعني بيجي وراها فعل في ing او اسم. يعني هنا بيقول لي after or on arriving home she phoned me، يعني بعد ما وصلت البيت كلمتني. ألاحظ لو ما جابش فاعل بعد after على طول بختار verb plus ing، لانه هيجي يقول الكلام ده حبايبي، يقول لي كده after had played ولا playing ولا played the game، يعني بعد ما لعب المباراة he went home. طبعا الناس هنا حبايبي اول ما شافت افتر بس يا مستر انا عارف ان افتر بيجي وراه ماضي تام، ولاحظ ان هو جايب له الماضي التام اصلا عشان يختاره، لانه عارف ان افتر بيجي وراه ماضي تام. هقول له يا باشا بس لاحظ ان مفيش هنا ايه، هتقول لي مفيش هنا سبجكت فاعل، فبالتالي لازم اجيب فيرب بلس ها ing فاقول افتر playing. نفس الكلام حبايبي مع on، وon كده كده هيجي وراها verb plus ing، مش هيجي وراها زمن عادي. بعد كده حبايبي مديني having، having طبعا بتحل محل after، بس بيجي وراها past participle، يعني بيجي وراها التصريف الثالث اللي كان جاي بعد after، فطبعا having هيجي وراها تصريف ثالث. فبقول having arrived home she phoned me، وطبعا حبايبي في الاختيارات بيجيبها لي بالمنظر ده، يقول لي كده after before as soon as having finished my work I went home، يعني بعد ما خلصت شغلي رجعت البيت. طبعا هنا هلاحظ ان ده هتقول past participle تصريف ثالث ومفيش فاعل على طول، يبقى الرابط بتاع حبايبي هتقول لي having يا مستر، فاقول having finished my work I went home. طب لو كانت دي finishing هقول لك لا كنت خدت مين ها after. بعد كده حبايبي بيقول لي ان before by the time when، عكس بقى اللي فوق، دول بيجوا وراهم الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط وبعدين الحدث الاول اللي هو الماضي التام. مديني مثال بسيط خالص، بيقول لي before she found me she had arrived home، يعني قبل ما تتصل بيا هي وصلت البيت، يبقى اتصلت بيا بعد ما وصلت البيت، يبقى ده الحدث الاول وده الحدث الثاني. طب ممكن يجوا في النص، قلنا مش فكرة ان انا باخدها وانقلها في النص، لكن ببدأ بجملة الماضي التام، فيبقى الرابط كده بقى في النص. يعني اقول she had arrived home before she found me، يعني هي وصلت قبل ما تتصل بيا. طبعا شكل ما قلنا على الافتر حبايبي هنقول على before. طبعا before هنا برضو لو ما فيش وراها فاعل بيجيب له وراها verb ing، يعني هو بيجيب له في الاختيارات كده before phoning قول لي phoned بس، وقول لي had phoned me she had arrived home. هقول لك هنا جملة ماضي تام، فبيفور الناس عارفة ان بيجي وراها ماضي بسيط، فبتاخد ماضي بسيط وتنسى ان ما فيش هنا فاعل، فبالتالي لازم اجيب verb plus ing، تاني لازم اجيب verb plus ing. طب تعالوا نشوف الرابط بتاعنا هو until او till. حبايبي till او until بيجي بعدها ماضي تام، يعني بيجي بعدها الحدث الاول، بس الفرق ان هو بينفي لي الحدث التاني، يعني بينفي جملة الماضي البسيط. فبقول لي she didn't phone، كل اللي عمله هو تنفى الماضي البسيط me until she had arrived، يبقى عشان استعمل until بنفي الماضي البسيط وحطه في الاول وبعد كده اجيب until والماضي التام. طبعا هنا حبايبي بقى بينبه عليا ان عادي جدا ان الحدث الاول يبقى ماضي بسيط، دي ما فيهاش اي مشكلة، لكن الحدث التاني مستحيل يكون ماضي تام. تاني يعني after و as and as عادي جدا ان يجوا وراهم ماضي بسيط، يعني لو ما لقيتش في الاختيارات ماضي تام خد ماضي بسيط عادي جدا، بس لازم اكون عارف ان هو الحدث الاول طالما جاي بعد after او as and as. يعني انا بقول I had met عمر last Monday before he traveled to London، طبعا before بيجوا وراه الحدث التاني يبقى ده حدث اول، ممكن اخليه met قال عادي جدا I met عمر last Monday before he traveled to London، بس لازم اكون حاطط في دماغي ان هو الحدث الايه، برافو عليكم كده الحدث الاول. طبعا حبايبي الحاجات المهمه جدا بقى لازم اكون عارف ان after بتساوي before that، يعني before that مش بتساوي before، before that بتساوي after وafter that بتساوي before. تاني before that يعني قبل هذا، لان that دي حبايبي تبقى عايده على جمله كامله، عايده على جمله كامله. نفس الكلام هنا عايده على جمله كامله، يعني that دي بتبقى عايده على جمله الماضي التام، وذات هنا عايده على جمله الماضي البسيط لانها جايه بعد before. يعني بقول after I had done the shopping I went home،
بيقول بعد ما خلصت يا حبيبي التسوق ذهبت للبيت. قال لي I went home before that. يعني before that يعني before I went home. يعني that دي عايدة على الماضي البسيط، فإذا الجملة اللي بعدها أكيد هتكون ماضي تام، يبقى I had done the shopping. نفس الكلام هنا هو before I went home يعني قبل ما أرجع البيت I had done shopping. فبقول I had done shopping after that. After that يعني after I had done shopping، يبقى that دي عايدة على جملة كاملة. I went home يعني رجعت البيت. طبعا من الروابط المهمة جدا حبابي هي no sooner و hardly و scarcely. أول حاجة في الروابط دي حبابي لازم أكون عارف تكملة الروابط إيه. يعني لازم أكون عارف إنه no sooner بيجي معاها then في النص. طب و hardly و scarcely بيجي معاهم when، يبقى تاني no sooner جي معاها then و hardly و scarcely بيجي معاهم when. تاني حاجة لازم أعرفها حبايبي إن لو بدأت بـ no sooner أو بدأت بـ hardly أو بدأت بـ scarcely هنا بقدم الفعل المساعد على الفعل. يعني ما أقولش he had أقول had he، ما أقولش she had أقول had she، ما أقولش they had أقول had they. يبقى إذا لو بدأت بالرابط ده لازم أجيب بعده الفعل المساعد اللي هو had وبعدين الفاعل، وبعد كده لازم أخلي بالي شكل ما قلت إن no sooner معاه في النص then، hardly و scarcely معاهم في النص when. مثال بقول no sooner had she arrived. يبقى ما ينفعش اقول no sooner she had arrived ثانيا than. طيب hardly had she arrived، طب في النص when، يبقى دي حاجة مهمة جدا. طب يا مستر لو هما جايين عادي جوه الجملة؟ قال لي لا عادي جدا بقى بحطهم بعد had، فانا عايزك تربطهم دايما بكلمة had. يعني ايه اربطهم بكلمة had؟ يعني لو هما في النص هيجوا بعد had، لو هما في الاول هيجي بعدهم had. كلام بسيط جدا. اما ذان ووين شكل ما هما قبل جملة الماضي البسيط. طب تعالوا نشوف بقى الروابط المهمة دي. not until، not since، only after، only when، only by. طبعا اللي بيميز الروابط دي حبايبي بقى عن غيرها من الروابط ان لو بدأ باي رابط من دول بخلي جملة الماضي البسيط عبارة عن سؤال. يعني عبارة عن سؤال يعني بقدم الفعل المساعد على الفاعل. تاني حبايبي بقدم الفعل المساعد على الفعل. طب يا مصر احط في الاخر علامة استفهام؟ لا طبعا احط نقطة عادي جدا. يعني بص كده بيقول لي not until she had arrived. تاني not until she had arrived home did she phone me. did she phone me. لاحظ قدمت did على she ورجعت فعلي لمصدره. يبقى تاني حبيبي اللي بيميز not until و not since و only after و only when و only by كل ده بيجي وراه جملة الماضي التام، بس جملة الماضي البسيط كل اللي انا بعمله بقدم الفعل المساعد على الفعل. تعالوا نشوف حبيبي بقى الرابط it was only when or it wasn't until. طبعا الرابط دي عادي جدا بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط، بس الفرق ان في النص بيجي معاها that. يعني المثال اللي دهولي بيقولي it was only when I had finished my work that you called me. that you called me. يبقى لو لقيت ذات في النص يبقى انا عارف ان الرابط بتاعي it was only when يا اما it wasn't until. غير لما الاقي then، لو لقيت then يبقى دي no sooner، لو لقيت when يبقى دي hardly or scarcely، لكن لما الاقي ذات يبقى الرابط بتاعي it was only when or it wasn't until. طبعا حبايبي من الحاجات المهمة جدا لما اربط بافتر او before او when او while او because، كل الكلمات دي حبايبي ممكن اشيل الرابط بالفعل بالفعل المساعد واجيب الفعل في ing ويدينا نفس المعنى. يعني هنا لما بقول after I had repaired my laptop it worked well، يعني بعد ما صلحت اللابتوب اشتغل كويس. قال لي عادي جدا ممكن اشيل after والفاعل وهاد واجيب على طول repairing، فقول repairing my laptop يعني بتدينا نفس المعنى بعد ما صلحت اللابتوب it worked well يعني اشتغل بشكل جيد. هي هي having repaired. طب لو كانت مبني مجهول قال لي عادي جدا ممكن اقول ابدأ ب being repaired. being repaired يعني برضو بعد ما تصلح، قصده على مين؟ على اللابتوب. اقول it worked well يعني اشتغل كويس وده قصده على اللابتوب. او having been repaired تدينا نفس الكلام، احنا قلنا having حبايبي بيجي وراه تصريف تالت. طب لو مبني مجهول يبقى بين والتصريف التالت. وده كل الكلام عن زمن الماضي البسيط وزمن الماضي التام وازاي اربط ما بينهم بالروابط الزمنية. ذاكر كويس وحل التمرينات واستنانا في الجزء الخاص بالحل ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.